جمال الهلال هذا الموسم اكتمل برباعي أجنبي كامل الأوصاف، أناقة السوبر إدواردو وسلاسة ميليسي وشجاعة خريبين وهيدو أليو كان سبباً في أن يكون الفريق الأزرق مختلفاً ومثمراً في الكثير من المباريات. قد لا يكونوا الأجانب الأفضل ولكنهم الأثمن فيما قدموه للفريق. إدواردو كان علامة فارقة وهو ترمومتر الهلال، يرتفع وينقص معه الهلال. ميليسي لم تكن بدايته جيدة وكان أسير دكة الاحتياط كثيرا، لكن ما أن أتته الفرصة كان لها وقدم نفسه وأصبح مطلب جماهيري أن يستمر موسما آخر. البرازيلي ليو قد لا يكون مقنع لكنه رقميا الأفضل والأكثر فائدة، ومن مباراة لأخرى يثبت جدارته، لكنه مشكلته الوحيدة عدم الاستمرارية في الأداء من مباراة لأخرى، وكان سيكون مشكلة هجومية زرقاء، لكن الحل أتى عن طريق المقاتل خريبين الذي سجل 5 أهداف في آخر مباراتين، مؤكدا النظرة المميزة التي استخدمته في ميركاتو الشتاء. أجانب الفريق الأزرق مكملين لنجاح الفريق وساهموا فيما وصل له فريقهم، فأسلوبهم أسلوب الكرة الحديثة، وبالأرقام يكفي إنهم سجلوا 8 أهداف من آخر 9 سجلها فريقهم.